بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المنافقون وصفاتهم هو أهم صفاتهم. يقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى أي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذه أول صفة من صفات المنافقين. الله لا يخادع، ولكن المنافقين يخادعون المؤمنين، يعني يظهرون أنهم مع المسلمين ومستسلمين لأمر الله. وإذا قلت لأحدهم أنت خرجت من الإسلام أو أنت غير مسلم يزعل، يقول لك أنا مسلم أكثر منك، هل شققت على قلبي؟ أنا أجد سيب قلبك، إنما عملك يدل على ارتباطك بغير الله تبارك وتعالى. فأنت إذن بهذه الصفة منافق، تتظاهر بالإسلام وتخفي ما تبطنه من الطاعة والولاء لغير الله تبارك وتعالى من الكفار أو الفجار. فهذه أول صفة من صفات المؤمنين، تخدع بها المؤمنين لتعيش بين المسلمين، تتزوج من بناتهم وتعاملونك وتعيش في المجتمع وتأخذ كل حقوقك الاجتماعية على أنك مسلم، وأنت في الحقيقة ليس بمسلم. وإذا أنت خدعت المسلمين بهذه الطريقة فكأنك تخدع الله، والله تبارك وتعالى خادع للمنافقين، لا يستطيع أحد أن يخدع الله. لماذا؟ لأن الله أعطى الإنسان العقل وبين له الحق وطلب منه أن يختار بحريته السلوك الذي يسلكه، وبين له الله أنه سائله عن سلوكه وسيحاسبه. فهو عندما يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر يغفل أو يجهل أن الله يعلم ما بقلبه. صح، نحن إذا شققنا ما بقلبه لا نعرف ماذا في قلبه، ولكن الله يعلم، يعلم هدفه ونيته ويعلم تبعيته الحقيقية لغير المؤمنين ولغير الله ورسوله. ولذلك هو يخدع نفسه، لأنه بسلوكه هذا سيصير إلى عذاب أليم، كما ذكرت في آية سابقة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن الصفة الأولى يخادعون الله، يخادعون المؤمنين وهم بالتالي يخادعون الله. الصفة الثانية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصلاة أيها الإخوة لا ينتفع منها الله، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. الصلاة تنفع لا نحن، لأن القلب يصدأ من الدنيا ومن ممارسة الشهوات والغرائز التي نشارك فيها الحيوان، فهذا القلب الذي يصدأ ويتسخ. الله جعل لنا الصلاة 5 مرات لنتخلص من ذنوبنا وليتصفو القلوب ويرجع الإنسان إلى الله. فهؤلاء المنافقون لا يفقهون حقيقة الصلاة، ثم هم لا يريدون أن يصلوا، يتكاسلون أو ينكرون الصلاة. فإذا كانوا بين المسلمين ولم يصلوا ينكشفون ويرونهم كافرين، لأن من ترك الصلاة قصدا وعمدا باستحلال ترك الصلاة فقد كفر. ولذلك ترى المنافقون يصلون، إن كانوا حكاما صلوا في مسجد ويجمعوا الناس، وإن كانوا فرادى أيضا يأتون إلى المصلى، ولكن يأتون على أعين الناس حتى يراهم الناس أنهم يصلون. وبعض المنافقين من أجل حبهم لأعداء الله وعدم حبهم لله يسر كثيرا ويتبسم عندما يصلي بجانب طاغية من الطغاة، يفرح على حاله أنه صلى جنبه. هذا من جهله وغبائه العز
والسعادة أن يكون بجنب الله، أن يكون تحت ظل الله، أن يكون عبدا لله متحررا عن عبودية المخلوق، لا كالجاهل الذي سلم عليه وزير فإذا به يضرب شخص من الأشخاص، يقول لك ليش ضربته؟ قال أنا زعيم سلم عليه الوزير. فهذا الجاهل الذي يصلي بجانب أمير أو يمشي بجانب أمير أو كذا يرى أن فيها ذلك العزة والمنعة والأبهة ليحصل مصالح الدنيوية، هذا هو المنافق بعينه، نسأل الله العافية. أو يثبتنا بقوله الثابت، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذه الصفة الثالثة، إذن يقوم حتى يراه الناس أنه من المصلين، يراؤون الناس يقصدون بصلاتهم أن يراهم الناس ويحسبونها من المؤمنين. أما الصفة الرابعة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر أيها الإخوة يكون ذكر باللسان وأصله تذكر في القلب، ولذلك سمي ذكرا. فهم في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلا، أي إلا ذكرا قليلا، لأنهم لا يخشعون في صلاتهم ولا يفقهون شيئا من صلاتهم. وقد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرجون من الصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم أو بعضهم لعبد الله بن مسعود ماذا قال آنفا، يعني هذا محمد إيش قرأ بالصلاة، فهو كأنه لم يسمع. لماذا؟ لأنه ليس مع الله وليس ذاكرا لله، قلبه مع غير الله. فليختبر أحدنا قلبه خشية أن يكون من المنافقين. ولا يذكرون الله إلا قليلا، فإذا قال الحمد لله لا يستشعر بعظمة الله وأنه محمود في ذاته وصفاته، لا يستشعر نعم الله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. إذا قال رب العالمين لا يستشعر أن الرب الذي بيده كل شيء وبيده خلق العوالم كلها وطاعة العوالم كلها له، لا يستشعر أنه هو الله، يستشعر أنه فلان من الناس أو علام من الناس. فهذا لا يذكر الله إلا ذكرا قليلا، قد تمر بعض الكلمات يفهمها ولكن يفسرها لمصالحه ويبرر فيها تصرفاته وسلوكه والعياذ بالله تعالى. أفهمنا معنى قوله تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الصفة الخامسة، مذبذب بين طرفين، لا هو مع المؤمنين ولا هو مع الكافرين. مرة بيعمل حاله مع المؤمنين ظاهرا وقلبه مع الكافرين بالسر يتفق معهم، مثل بعض الحكومات اليوم التي تدعي أنها على نهج حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فهم متفقون مع أمريكا أن يفسدوا في الأرض وينفذوا مخططهم في حماية إسرائيل، وهم يتظاهرون أمام الناس أنهم يساعدون المقاومة وكذا. كذبوا، قلوبهم مع اليهود أو مع أذناب اليهود، بدليل أنهم يعاونون على قتل المؤمنين والمؤمنات في سوريا وفي غير سوريا. ومن استحل دم المؤمن فقد خرج من الإسلام، فتظاهره بالإسلام لا يفيده. فهذه الحكومة أو الدولة أو المجموعة التي تتظاهر بالإسلام ثم تستبيح دم المؤمنين ليسوا من المؤمنين وليسوا من الكافرين، فهم مذبذبين. مذبذبين، الذبذب الحركة المتعاكسة. طبعا ما في الإسلام مسلم وكافر الآن واحد، يا مسلم يا كافر. مثل عندما يأتي الطبيب إلى شخص ما بصير مسلم ميت طيب، لا، بيفحصوا، إذا توقف القلب تماما وسكت ولا هذا مات شيلوا غسلوا كفنوا يلا. وإذا كان لا زال القلب ينبض وإن كان عيونه مطبقة وجسمه ما يتحرك كذا، ولكن رأى أن القلب ينبض ولا لا هذا حي. فالمنافق لا يوجد في قلبه حبة من إيمان، لأنه ما في عندنا مؤمن وكافر. فهو عندما يتذبذب يتظاهر أمام الكفار بأنه معهم وأمام المؤمنين أنه منهم، فهو ليس من هؤلاء وليس من هؤلاء. وفعلا الكفار لا يعتبرونه منهم، بل يعتبرونه تبعا مجندا حمارا يسخرونه لمصالحهم، وهو لا يدري لغبائه. مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من أعطاه الله حرية الاختيار بين سلوك الحق الذي أنزله الله وبين سبل الضلالة، فهو اختار من تلقاء نفسه وبعقله وأهوائه وشهواته سبل الضلالة، فالله سيضله ولن يستطيع أحد أن يجد له سبيلا وطريقا إلى الحق، لأنه شقي والعياذ بالله تعالى أشقى نفسه وعرضها
للعذاب الأليم في الآخرة ولن يستطيع أحد إنقاذه. نسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت وأن يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.